السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله سنة هنكمل الاختبار الهندسة في الوحدة الرابعة. أول سؤال عندي بيقول لي أكمل لدى العبارات الأتية الصحيحة. رقم أ بيقول لي زاوية القاعدة في المثلث المتساوي الساقين، طبعاً خدنا النظرية بتقول لي إن زاوية القاعدة في المثلث المتساوي الساقين بتكون متطابقة تاني، هكتب هنا متطابقة تاني. ممكن حد تاني يكتب لي متساويتان في القياس. طب رقم ب المتوسط المرسوم من راس المثلث المتساوي الساقين، طبعا دي النتائج اللي احنا خدناها او ثلاث نتائج واحده منهم، يبقى المتوسط المرسوم من راس المثلث المتساوي الساقين اللي هو المتوسط يكون نقط، يبقى يكون عمودي على القاعده وبينصب زاويه الراس. نقولها تاني، المتوسط المرسوم من راس المثلث المتساوي الساقين هو كده كده اصلا بينصب القاعده، يبقى بيعمل بعد كده تاني، يبقى يكون عمودي على القاعدة وبينصب زاوية الراس، يبقى يكون عمودي على القاعدة وينصب زاوية الراس. محدش يكتب لي وينصب القاعدة، هو أصلا قال لي متوسط يعني أصلا بينصب القاعدة، يبقى وينصب زاوية الراس. رقم ج بيقول لي في المثلث أ ب ج في أ ب بيساوي أ ب فعندها مثلث متساوي الساقين. طيب هنا أ ب بيساوي أ ب، يبقى هنا أ وهنا أ، يبقى إذا زاوية أ ب هي زاوية الإيه؟ هي زاوية الراس. طيب هنا اداني بقى مقياس زاوية أ اللي هي زاوية الراس، اداني 70 درجة، وعايز زاوية ج أو فهمنا مقياس زاوية ج، منين عايز أجيب زاوية من زوايا القاعدة، بجيبها إزاي؟ بقول له كده بتساوي 180 ناقص 70 واقسم على 2، طب 180 ناقص 70 هيدينا 110، اقسم 110 على 2 يعني 55 درجة، يبقى فاهم مقياس زاوية ج، أو لو طلب برضه مقياس زاوية ب هتساوي 55 درجة. رقم د بيقول لي عدد محاور تماثل المثلث المتساوي الأربعة، طبعا خدناها قبل كده، بيساوي 3 محاور تماثل، طبعا برضه المثلث المستوي الساقين محور تماثل واحد فقط، والمثلث المختلف الأضلاع ملوش محاور تماثل، يعني على رقم بيساوي 6. نيجي في رقم 5 بيقول له قياس الزاوية الخارجة عن المثلث المساوي الأضلاع. هو أصلا خدها في أولى إعدادي، لو أنا مثلا رسمت مثلث متساوي الأضلاع، طبعا عارف إن أي مثلث متساوي الأضلاع قياس أي زاوية داخلة فيه بتساوي 60 درجة. يعني أ ب 60 درجة، برضه ب 60 درجة، وعندي برضه قياس زاوية ب اللي هي برضه ب 60 درجة. هو عايز قياس الزاوية الخارجة. أنا واخد برضه قبل كده إن قياس أي زاوية خارجة عن المثلث بتساوي مجموع الزاويتين الداخلتين ما عدا المجاورة لها. يعني الزاوية الخارجة دي بتساوي مجموع الاثنين دول، يبقى 60 زي 60 يبقى 120 درجة. يبقى نحفظها بقى، قياس أي زاوية خارجة عن المثلث المساوي للقاعدة بتساوي 120 درجة. نيجي في رقم هو بيقول لي المستقيم العمودي على القطعة المستقيمة من منتصفها. لو أنا رسمت قطعة مستقيمة وجيت عملت مستقيمة عمودي عليها من المنتصف، كان طبعا بيسمى إيه؟ بيسمى محور تماثل القطعة المستقيمة. يبقى يسمى محور تماثل. السؤال بعد كده نبدا بقى نحل البرهان. بيقول لي في الشكل المقابل عندي أ ب ج مثلث، ايه المقابل برضه عندي تاني أ فيه شعاع ب د، الشعاع ب د بينصب زاوية د، طبعا بينصب الزاوية خدناها قبل كده بيقسمها إلى زاويتين متساويتين في القياس. قال لي بقى تاني إيه؟ ويقطع أ ب في د، رسم الشعاع ده ليه؟ بيوازي القطع المستقيمة ب ج، وبرضه ده الموقف ده قال ان الشعاع ده بيتقاطع القطع المستقيمه ا ب بيساوي النقطه ايه؟ اول مجموعه ايه؟ بيقول لي بقى ان ب ه بيساوي ايه ده؟ ب ه بيساوي ايه؟ يعني من الاخر عايز اثبت ان المثلث ب ه ده متساوي ايه؟ متساوي الساقين. طبعا عشان اثبت متساوي الساقين يبقى لازم اثبت فيه زاويتين متطابقتان او متساويتان في القياس. طبعا هنمسك اول حاجه التوازي، خد في اولى اعدادي. بما ان الشعاع ده اللي بيوازي القطعة المستقيمة ب ب وعندي ب د قاطع لهما، يبقى اذا قياس زاوية ب د ب اللي هي الزاوية دي كده بتساوي قياس زاوية د ب ج بالتباين، وبعدين شكل حرف الزد ده. يبقى نقول كده البرهان، أول حاجة بما أن الشعاع د ه يوازي القطعة المستقيمة ب ج، طبعا زي ما اتفقنا قبل كده طالما في توازي يبقى لازم اكتب له القاطع. وهنكتب بقى طبعا اللي هو قطع اللي هو صنف ببعض، طبعا اللي قد متوازيين يبقى ده كده يبقى صنف واحده بس ب د بس من القاطع. ب د قاطع لهما. اذا قياس
زود ه زائد ب تساوي ياس زود دال ب ب ما ننساش نكتب جنبها بالتبادل عشان برضه اعرفها انا عرفتها ازاي وكتبتها ازاي. يبقى بالتبادل طب وانا اديني منصب يقول لي بما ان ب دال الشعاع ده منصب زاويه ا ب ج نكتب بما ان الشعاع ب دال ينصب زاويه ا ب ج اللي هي زاوية ب. طب يعني إذا قياس زاوية ت ب د يساوي قياس زاوية ب ب د بمعنى إن هو بينصب. طيب إذا قياس زاوية ت ب د بتساوي قياس زاوية ت د ب. يبقى إذا قياس زاوية ت ب د يساوي قياس زاوية ت د ب. يبقى يساوي قياس زاوية ت د ب قياس زاوية ه د ب. طب إذا لقيت مثلث فيه زاويتين متساويتين في القياس يبقى أصبح مثلث متساوي للضلع. يبقى على طول أقول يبقى إذا ه د يساوي ه د. آخر مثال معايا النهارده بيقول لي في الشكل المقابل المثلث أ ب ج فيه أ ب بيساوي أ ج يعني المثلث متساوي الساكن يعني هستفيد إن قياس زاوية ب بيساوي قياس زاوية ب. قال لي بقى تاني قال الشعاع أ ينصب زاوية ب أ ج، الشعاع أ بينصب زاوية أ، يبقى ده طبعا شعاع بينصب زاوية الرأس. طالما ذكرت قال لي مثلث متساوي الساكين وفي شعاع بينصب زاوية الرأس يبقى دول لازم أعرف إن هو بيكون عمودي على القاعدة وبينصب. طب ليه يعني ده أ ف أو القطعة المستقيمة أ ف تضاف القطعة المستقيمة ب ج بيساوي المجموعة إيه؟ أو النقطة إيه؟ وده تنتمي لأ ف، تنتمي القطعة المستقيمة أ ف. بل ان انا عايز منها حاجتين، رقم ا بيقول عايز اجيب او اثبت ان ب ه بيساوي نص ب ج، قلناها برضه من شويه، طالما ده مثلث متساوي الساكين وفي شعاع بينصب زاويه الراس يبقى اذا بيكون عمود على القاعده بينصب. المرهان اول حاجه نقول بما ان ا ب يساوي ا ب عشان اقول ان ده مثلث متساوي الساكنين. برضه بما ان الشعاع ا ف ينصب زاوية ألف يعني بينصب زاوية الراس يبقى على طول اقول يبقى اذا الشعاع ا ف عمودي على القاعدة اللي هي اسمها ب ج وبرضه بينصب. معنى كلمة ان هو بينصب القاعدة يعني بيسيبها لها قطعتين متساويتين في الطول يعني اذا ب ه بيساوي ا ج يعني من الاخر ب ه بيساوي نص ب ج يبقى اذا ب ه يساوي نص ب ج. ده اول مطلوب عندي. نيجي بقى للمطلوب الثاني عايز برضه يثبت ان ب د بتساوي ج د. طيب احنا قلنا من شويه ان ا ف دوت الشعاع ا ف ده بينصب زاوية الراس يبقى عمود على القاعدة وبينصب. يبقى استفيد من كده ايه؟ ان المستقيم او الشعاع ا ف دون محور تماسك ب ج طالما هنا بقيت مستقيم عمودي على قطعة مستقيمة من منتصفها يبقى يسمى محور تماسك. يبقى اقدر اقول له اذا او بما ان المستقيم ا ف محور تماسك للقطعة المستقيمة ب ج. واحنا قلنا من شوية قلنا نتيجة قبل كده أي نقطة تقع على محور التماسك بتاع قطعة مستقيمة يبقى إذا هي على بعدين متساويين من طرفي القطعة المستقيمة. نكتب بس بما أن د تنتمي لمحور التماسك بس ما ألف ب إذا ب د يساوي ج د. وده المطلوب اثباته. خلاص احنا كده خلصنا التمارين وشكرا.